السلام عليكم كل متابعين القناة الأعزاء، ربكم بخير. أنا عادل ووالي ودي قناة شوارع ومعلم اسكندرية. موضوع حلقتنا اليوم عن إيه؟ موضوع حلقتنا اليوم عن أماكن استحالة تكونوا شفتوها قبل كده، أو ممكن يكون عدد قليل جدا من حضراتكم اللي شافها. إحنا موجودين فين حاليا في اسكندرية؟ موجودين في الجنوب الشرقي، في الريف السكندري، عند فلاحين اسكندرية، الناس الطيبين، فلاحين محرم بيه. الظهير الزراعي اللي على شمال الصورة دي قرى أبيس محرم بيه، القرية السبعة والقرية الثامنة، وأيضا على اليمين القرية العشرة، لكن القرية العشرة تتبع سيدي جابر. موجودين على الطريق الدولي الساحلي، أمامكم وأمامنا طبعا كده مزارع القمح، وعلى اليمين في المصرف العمومي لإسكندرية وترعة المحمودية، والمشاريع الجديدة اللي بيتم حاليا بجوار ترعة المحمودية أو ترعة إسكندرية وأرض المطار القديمة وبقايا بحيرة مريوط أو الملاحة. الفلل والشاليهات اللي على يمين الصورة أمامكم دي لسه مشروع جديد بيتم إنشاؤه حاليا في هذه المنطقة اللي هي بقايا الملاحة أو بحيرة مريوط، وما بين كارفور أو ما بين محرم بيه وما بين القرية العشر المطار والطريق الدائري. احنا حاليا ماشيين بالعربية على الطريق الدولي الساحلي، امامنا المصرف العمومي، المصرف اللي بيوصل لحد كوبري، بيوصل من كوبري ابيس كده بيتفرع يمين، والله اعلم نهايته فين المصرف ده. وخلف المصرف ايضا في ترعة اسكندرية اللي بتدخل على حرم بيه من عند الداون تاون القديم لشركة الرابس والصابون لشركة الملح والصودا. خلفنا الطريق الزراعي، وامامنا كده ما زلنا في المكان اللي احنا ماشيين بيه حاليا او الاراضي الزراعية. المكان ده كله زمان في الستينيات كانت الملاحة او بحيرة مريوط، الامريكان جففوها لعبد الناصر وعملوا له 10 مناطق من أبيس الأولى لأبيس العشرة للمنتفعين. طبعا كان كل قرية فيها موظفين وفلاحين وعمال كده. احنا طالعين على اتجاه كارفور واتجاه الأباري واتجاه العجمي واتجاه المكس. على شمال الصورة هيكون ايضا بقايا الملاحة او بحيرة مريوط والطريق الصحراوي، على اليمين ايضا البقايا الملاحة بحيرة مريوط او المزارع السمكية والطريق الدائري على اليمين، اهو الملاحة بقايا الملاحة او بحيرة مريوط. هنقوله على بحيرة مريوط الملاحة. هنا في مزارع سمكية تبع وزارة الري. الله اعلم المزارع السمكية اكيد تبع الثروة السمكية. امامنا كارفور، امامنا الطريق الدائري، امامنا مطار النزهة القديم. يمين كده تطلع على كارفور والطريق الدائري، طبعا هتطلعوا الكوبري احنا من فوق. طبعا على الشمال الطريق القاهرة اسكندرية الصحراوي حوالي 230 كيلو، طريق الصحراوي اسفل الكوبري اللي احنا اعلاه. اتمنى لو حضراتكم اول مره تتابعونا اشتركوا في القناه، فعلوا زر الجرس عشان كل جديد على اسكندريه يوصل لكم. الاهم ما تنسوش ادعمونا بالاعجاب من اسفل الفيديو. اكيد في متابعين جديد كتير جدا 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 من خارج اسكندريه اول مره يشوفوا هذه الاماكن، ومن داخل اسكندريه برضو في كتير جدا جدا ما عندهمش علم بهذه الاماكن. اسكندريه مش بحر، اسكندريه مش مصيف، اسكندريه مش المنشيه وبحري، اسكندريه اماكن. طبعا ده كده الطريق الصحراوي، احنا على طريق الصحراوي وامامنا كارفور وامامنا مطار النزهة القديم وامامنا الطريق الدائري. المشروع اللي امامكم ده مشروع جديد اسمه مشروع سواري، خلف كارفور وخلف الداون تاون القديم. هنا كان ايضا الملاحة، كان هيش وبوس ومقلب للقمامة، سبحان مغير الاحوال اصبح زي ما انتم شايفين. وايضا على الشمال الرملة الصفرة دي بيتم حاليا ردم اجزاء من الملاحة او بحيرة مريوط. والعمار العالية اللي امامكم على مدى الشوف دي بشار الخير الجديدة، طبعا اماكن
غيط العنب والقباري واماكن كتيره طبعا تم ازالتها وانشاء مكانها بشاير الخير. مشاريع كتيره وفرص عمل كبيره، وزي ما انتم شايفين سبحان مغير الاحوال من هيش وبوص ومقلب القمامه الى هذه المشاريع الجميله اللي امامكم. اي نعم الشقق هنا والشاليهات والفلل غاليه جدا 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 جدا، يعني مش اي حد هيجي يشتري هنا بصراحه، يعني للعلم الشقق هنا غاليه غاليه غاليه. مطار برج العرب والموقف الجديد، طبعا برج العرب على الشمال، الموقف الجديد امامنا، الموقف الجديد امامنا مباشره اهو. حاليا العمل قائم على قدم الوساط، الردم داخل الملاحه، الموقف الجديد امامنا، الداون تاون القديم على يمنا، كل دي مشاريع. طبعا كان في هنا الحضانه، حضانه تبع وزاره الداخليه وزاره المرور، تم ازاله الحضانه ونقلها لاماكن تانية. احنا كده اتجاه الغرب، اتجاهنا اتجاه للغرب، بينما احنا في الجنوب احنا اتجاهنا اتجاه بقى الغرب اللي هو الماكس والورديان والعجمي والبطاش والساحل الشمالي مرسى مطروح. طبعا بما اننا قناة شوارع معلم اسكندرية، نتمنى نلف كل حتة في اسكندرية للي ما عندوش فكرة من داخل اسكندرية، اللي ما عندوش فكرة من خارج اسكندرية. اسكندرية مش المنشية، مش بحري، مش المنظرة، مش ابو قير. اسكندرية كيان كبير جدا جدا، في الاماكن الراقية وفي الاماكن الشعبية، وهذا لا يقلل من اسكندرية ولا اهلها في شيء. طبعا كمية كباري ومشاريع في هذه المنطقة لا تحصى ولا تعد، انصافا الحق، كمية مشاريع كبيرة جدا جدا، كباري لدرجة من كتر الكباري ممكن تتوه فيها، يعني من كتر الكباري هنا والطرق بتكون في صعوبة جدا للي اول مرة يركب الطريق ده او يركب الكوبري اللي هو يتحرك. على يمين الصورة طبعا القباري ومسجد سيدي محمد القباري، خلفنا الموقف الجديد، وخلفنا نادي الصيد، وخلفنا الطريق الزراعي، وخلفنا عزبة المطار، وخلفنا سموحة. الكركات والأوناش بيتم الردم حاليا في بحيرة مريوط. كل التريلات بقى والعربيات النقل الكبيرة دي راح على فين؟ على المينا من اسكندرية. طبعا بتحمل بقى قمح، وبتحمل استيراد وتصدير، بتنزل بتحمل مراكب، بتدرج مراكب. معمول في طريق جديد مخصوص دخلك للمينا على طول، التريلات تدخل على المينا على طول من الورديان، من الماتراس، من جوار تلات النبورية. ورديانة على اليمين، عجمي شمال، ساحل الشمال شمال، القباري يمين. كان مفروض في هنا دخلة لكن اتقفلت. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. بشاير الخير عمارة امامكم، دي بشاير مشروع جديد من مشاريع بشاير الخير. طبعا كان في هنا اماكن ومنازل عشوائيه تم ازالتها وتعويض سكانها في مشاريع بشاير الخير. احنا كده داخل مشروع بشاير الخير على اليمين على طول، ده مشروع بشاير الخير. طبعا في اكتر من مشروع لبشاير الخير، ده واحد منهم. طرق جديدة، كباري جديدة، مشاريع جديدة. طبعا مازال عمل قائم في المشروع.
محلات مولات. ده كده بقى ايه ظهر بقى الورديان والماكس، ظهر الماكس ارضا وترعت النبوريه، دي ترعت النبوريه. طبعا دي بقى البوابير اللي بتنقل القمح والاشياء من الميناء. اتمنى اكون اسعدناكم، اشوفكم ان شاء الله في فيديوهات قادمه باذن الله تعالى. ما تنسوش الاعجاب بالفيديو من اسفل الفيديو.